إذا مرحبا بكم جميعا وشكرا على اهتمامكم بمشروع سمارت سوي أيوة. إذا هذه أول ورشة تعريفية بنعملها بخصوص هذا البرنامج. الهدف منها طبعا هي اللي العملاء اللي هم انترستد، يعني مهتمين بهذا البرنامج لكن لا يعرفون، ما عندهم اشتراك ولا يعرفون يعني كيف هو البرنامج، كيف يعني لماذا كيفاش يقدروا يستعملوه أو أي شيء آخر. وفي فئة تانية اللي اوريدي عندها اشتراك، عملاء اللي عندهم اشتراك معانا في سمارت واي ايوا وعاوزين يطوروا معلوماتهم، فأنا حاول أتكلم على كتير مميزات لأن البرنامج فيه كتير مميزات وخصائص. يعني حتى أنا أظن أن أنا لا أستعمل يعني all the functionalities اللي موجودة في برنامج ايوا، لكن نحاول في هذه الورشة نتطرق لأهم المميزات في هذا البرنامج. أوكي، إذا جدول الورشة حتكلم أولا عن مقدمة وتعريف يعني بطريقة مختصرة عن البرنامج. حتكلم على أقسام البرنامج المهمة، هما 3 main هذا بوردز اللي موجودين، اللي هي المايند ماب، الخرائط الذهنية، تاسك بورد، لوحة المهام، والوايت بورد. راح أتكلم شوية أيضا على فوائد استعمال البرنامج. راح أقدم لكم آخر تحديثات اللي عملوها في برنامج أيوة. راح نشوف يعني بطريقة عملية في البرنامج مباشرة كيف ممكن التواصل وكيف ممكن يعني تطوير العمل كفريق عمل في برنامج أيوة. راح نشوف أيضا بعض الأمثلة لاستعمال الـ AI من خلال البرنامج. فهو أيوة كان هو من أول برامج الخرائط الذهنية أو اللي بدخل الـ AI، استعمال الـ AI فيه، أظن هم بدأوا من 2021. وفي الأخير حنشوف كيفية إدارة الأعمال اليومية من خلال ماي بلانر، هذه أنا بستعملها شخصيا يوميا. راح تعذروني أنا يعني مش حقدر أقرأ تشات كل مرة، ولكن في الأخير بإذن الله حنرجع للأسئلة والأجوبة، وبعدين ممكن أشوف كل المسجات اللي بتجي في التشات. أوكي، إذا نبدأ بالمقدمة. فأنا يعني حطيت خارطة ذهنية من أيوة بس عشان نشوف هذا the utility of the software. فأيوة was created بكريس جريفيث. فكريس جريفيث هو كاتب مؤلف وبيتكلم كتير في الإبداع وكيفية تطوير الإبداع في العمل. عنده كتير يعني فيديوهات ولقاءات بودكاست ممكن تلاقوهم في اليوتيوب لو عاوزين تعرفوا أكثر. فهو طور برنامج أيوة في 2015، هو the founder of Open Genius. Open Genius هي the company اللي developed أيوة. هذا كريست جريفيت كان عنده شراكة يعني مع توني بوزان من القديم. فتوني بوزان كان هو أول شخص يعني اللي تكلم على مسألة أهمية الخرائط الذهنية وكيفية عمل الخرائط الذهنية، وكان هو أصدر أول كتاب بهذا الخصوص مش فاكر أي سنة. فهو هذا كريس جريفيث يعني ديفلوبت أي مايند ماب. أي مايند ماب هو أول سوفت وير لرسم الخرائط الذهنية، أي مايند ماب. فهو كان كريس جريفيث طوره مع توني بوزان في يعني زمان. وبعدها في 2015 كريس جريفيث قرر انه يطور الفكره، فهو كرييتد ايوا اللي كان بايزد على ايند ماب، وايند ماب خلاص يعني شالوه. فايوا فيه اي مايند ماب سوري كان فيه فقط الخرائط الذهنيه، الان ايوا فيه كتير يعني مميزات اكثر من الخرائط الذهنيه. فايوا انكلوز قلنا مايند مابين هي كتابه الخرائط الذهنيه، مشاركتها مع الناس، اكسبورت يعني فيها lot of function that you can do يعني بالخرائط الذهنية. فيها task management. task management هو the task board، إدارة المهام، متابعتها يعني و the status فين وصلت. فيها أيضا ممكن تعمل white board، لوحات المهام، هذه لوحات البيضاء سوري، ممكن تلخص فيها كتير مسائل عن مشاريعك أو بعض المسائل اللي انت عاوز يعني تكون everything concentrated في one page، فممكن تعملها في الوايت بورد.
وأضاف أيضا تشات فيتشر والعمل مع فريق. أيوة ممكن تدخل لها عن طريق الويب البروزر من اللابتوب، ممكن تدخل لها من الآيفون، هناك تطبيق للآيفون والآيباد وهناك تطبيق للأندرويد. أوكي سمارت سوي اشتركت مع أيوة، ويعني طلعنا بهذا سمارت سوي أيوة أظن في نهاية 2021 أو بداية نهاية 2021. وهذا الشراكة هي الهدف منها، يعني طبعا نشر هذا البرنامج في بين عملائنا في العالم العربي، تقديم الدعم لعملائنا اللي بيتكلموا بالعربية، إضافة تمبليتس اللي ممكن العملاء المشتركين عن طريقنا إنهم يستعملوها. فلحد الآن أضفنا 6 تمبليت، 2 في الخرائط الذهنية، 2 في التاسك بورد، و2 في الوايت بورد. فلما تدخل انت يعني عاوز كرييت نيو بورد ممكن تستعمل المودلز اللي هن حاطين. ايضا تقديم وركشوب زي هذا، احنا لسه بدأنا بس بإذن الله في المستقبل، يعني لما يكون الناس كتير انترستد ويكونوا اشتراكات كتير من العملاء حنطور الفكرة ونعمل ورشات اكتر، وممكن حتى يعني الدكتور يدخل معانا ويعمل هو ايضا ورشات. أنا حطيت في الأخير ترانسليت، لأن الهدف هو إنه نعمل حاليا المنيو بتاع برنامج أيوة هو كله بالإنجليزي، ولكن ممكن تكتب، يعني أنت لو حتكتب خريطة ذهنية ممكن تكتب الكونتنت المضمون بالعربي، ما فيش مشكل، ولكن المنيو كله بالإنجليزي. فإحنا بإذن الله يعني ناويين متفقين مع أيوة، يعني لما يكون الأعداد enough إنه نعملها يكون المشتركين عن طريق سمارت سوي بالعدد الكافي، فبإذن الله راح نترجم حتى المنيو، فممكن تدخل للبرنامج ويكون كل شيء مكتوب بالعربي. أقسام البرنامج، فأقسام البرنامج والذي تكلمت عنهم، عندنا الخرائط الذهنية قلنا مايند مابس، لوحات المهام تاسك بورد، ولوحات البيضاء وايت بورد. أنا حدخل الآن للبرنامج عشان نوريكم يعني مودلز، أنا مش حدخل في التفصيل كيفية عمل الخرائط الذهنية، كيف how to create a new mind map أو task board. فهادشي كل شيء إحنا حاطين في القناة بتاع سمارت واي أيوة، حاطين يعني كتير فيديوهات اللي هي مترجمة للعربي، وحاطين حتى ورشة، مش ورشة صغيرة يعني أظن 13 دقيقة، لكيفية عمل واستعمال الخرائط الذهنية، فممكن تشوفوها وموجودة كلها في اليوتيوب أيضا في قناة الدكتور صلاح، كاينة بلاي ليست اسمها أيوة فيها كل فيديوهات أيوة. أنا أشوف بعض الإكزامبلز وأوريكم أهم المميزات اللي أنا بتظهر لي يعني مهمة. فأنا هفتح مثلا مايند ماب، مثلا هذه مايند ماب هي اللي استعملتها في البرزنتيشن بتاع الانترودكشن. سوري بعد المرة ممكن حد يكتب الأسماء اللي ذكرتها كوثر. كريس جريفيث صح؟ تقصدي الأسماء؟ أنا هكتبها لك هنا، هي مكتوبة عندك هنا في الـ هذا مكتوبة في المايند ماب. اوكي فهذه المايند ماب اللي استعملتها في البرزنتيشن بتاعي. فهنا يعني there is lot of functionalities، طبعا هنا المنيو كبير، ممكن تغير الفونت، تغير البرانشز، ممكن تغير كتير اشياء، ممكن تعمل اكسبورت بريزنت هنشوفها بعدين بالتفاصيل، ممكن ايضا تضيف تاسكس يعني مهام للخارطة الذهنية. هذه حطينا يعني خلال الشهر اللي فات أظن فيديو بيشرح يعني exactly how to do that. أنا حوريكم الأهم يعني the view، ممكن تغير كيف تظهر لك أنت المايند ماب على حسب هذا اختيارك، أو يعني مثلا هذه ممكن تظهرها بهذا الشكل radial map، ممكن تظهرها بكابتشر ماب. كابتشر ماب هو بيحط لكش الفكرة الأساسية في الوسط، بيحط لك فقط الفروع زي كده، وممكن طبعا تحطها سبيد ماب
او مايند ماب، هذه هي الستاندر اللي انا دائما بستعملها. اوكي، يا مايند ماب. الفانكشناليتي اللي انا صراحة يعني بتجيني very interested هي خلينا ايديا بانك. ايديا بانك انا هحط لها اون، ممكن تعمل لها اوف او اون. فلما تحط ايديا بانك اون، ممكن تدخل هنا وتحط اي ايديا عندك. فمثلا بعض المرات انت مثلا يو ار ستاك، عندك فكره ومش عارف كيف تكملها، وعندك مشروع ولكن ما عندكش all the elements، مش عايز. فممكن تكتب، او انت وفريق عملك تكتبوا كل الافكار بتاعكم هنا، ان يو سيف ات وتخليها، يعني تخلي الوقت، لان بعض المرات يعني you need to give space يعني in order to have ideas or some creative ideas. فممكن تخليها هنا يعني as long as you want، وبعدين ممكن ترجع لها وتحطها مباشرة، تاخذها كده وتحطها مباشرة في ال في المايند ماب. فهي انا اضفها لي هنا اوتوماتيكلي. اوكي، او تضيفها في اي مكان انت حبيت. ممكن ايضا ممكن ايضا يعني you delete if مثلا هذا الايديا، لا you can edit it or you can delete it، يعني تظن انها مش فكرة جيدة ف you can delete it. yes delete data. ف this idea bank يعني اظن يعني كتير useful، خصوصا في الاعمال، في المشاركة مع فريق العمل. if you are brainstorming or developing some idea فممكن تستعملوها. طبعا انا تكلمت على الايديت، you can edit anything. ممكن تضيف هنا، هذه لسه اضافوها في المنيو، ممكن تضيف images, text, reaction و task board، هي اللي كلمتكم عنها. ممكن تشوفوا الفيديو كيف الاستعمال. اوكي، فهذه in general المايند ماب. راح اروح الهوم وحفتح task board الان، يعني شوفوا the next main section. انا حفتح مثلا هذا اداره مشروع، هذا هو تمبليت كنا حاطينه لكم. فانتوا لو دخلتوا تاسك بورد اوبن نيو، انا هوري لكم عشان تشوفوا. مثلا هروح كرييت نيو، مثلا اروح تاسك بورد، هنا ممكن اختار يوز تمبليت، ولتحت حتلاقوا اظن تحت سمارت سوي هنا، في هناك عندكم خطتي الشخصيه وعندكم اضافه مشروع اداره مشروع، فممكن تختاروهم وهي ويل كرييت فور يو يعني نيو تاسك بورد اللي هو زي كده اكزاكتلي. وبعدين انتم ممكن تعملوا له اديت، تغيروا اي شيء في ال، حيكون شخصي هذا خاص بكم انتم. اوكي، اذا هذا التاسك بورد هم ايضا عندهم فيوز. فبيكون عندك مثلا كاتيجوريز، انا عندي هنا كاتيجوريز، وتحت كل كاتيجوريز بتكون مهمة او مسألة. اوكي، في كل مهمه تقدر تعطيها كثير انفورميشن. في كان مثلا تطوير المشروع تعطيها the status, progress, urgency, start date, due date. لو عاوز deadline، لو عطيت due date ممكن تعمل deadline فين هو يرسل لك notification، بتلاقي notification هنا. بعدين ممكن assign it another person، فممكن احوريكم هذه بعدين في تواصل في البرنامج. ايوه، ايضا شيء اللي انا يعني بيجيني very good هو ممكن تعمل تشيك ليست. فممكن مثلا هذا تطوير موقع مشروع فيه يعني كثير actions، فيه design، فيه content، فيه development، فيه test. فممكن تحط التشيك ليست في يعني انت تكمل one action، ممكن تعملها okay cross you did it. اوكي، فهذه هي يعني the main thing بالنسبة للتاسك بورد. other things أيضا في الفيو، ممكن تغير الفيو زي ما شفنا في الـ في المايند ماب. فهناك كانفا اللي بيعطيها لك على شكل دوائر. ممكن تحط جان تايم لاين، هذا جان تايم لاين لو عندك أنت، it's like a plan. هذا فلازم تحط له start date و due date عشان بتشوف أنت all the task بالتواريخ. احنا حاليا انا شخصيا يعني all my plans كاينين في سال بلان، وحتى شركه بنستعمل سال بلان للتخطيط، ولكن ايوه بستعمله للمتابعه. فانا حوريكم بعدين في ماي بلانر كيف انا بستعمله يوميا لمتابعه الاعمال الخاصه بي. اذا قلنا جراند تايم لاين، هنا ممكن تعمل بالارجنسي ليست لو عندك مثلا، شفنا يعني قبل انا وريتكم هنا
بتحط urgency، يعني هل هذه الurgency وهذه الimportance، فممكن I select urgency وأحطها، هل هو normal أو urgent أو very urgent. أوكي، وبعدين هو هي classifies automatically، هو نقلها للurgent لو حطيت أنها urgent، فممكن يكلاسيفاي بعدين تبدأ مثلا أنت بالvery urgent حتى الأخير. أوكي، فأنا حطيت في أيضا أركايد، هذه لو انتهيتي من تاسك فانتهيتي منها فممكن تعمل لها أركايف، وممكن بعدين تشوفهم أيضا، يعطيك فيو، وهذا الفيو أيضا يعني صراحة very interesting لو كانوا مثلا فريق عمل مشتركين، فيكون عندك the update كل الشخص، يعني شنو هو the change اللي طرأ على هذا التاسك بورد. أوكي، أنا بتعجبني هذا الفيو، this is the best. هذا بخصوص تاسك بورد. طبعا أيضا في التاسك بورد أضفنا فيديو لكيفية استعمال، ولو عندكم أي استفسار أو محتاجين مثلا سام مودول اللي عندكم مشكل في استعمال، وممكن تتواصلوا مع الدعم وتطلبوا فقط أي طلب، إحنا بإذن الله نحاول يعني نضيف الفيديوهات اللي أنتم محتاجينها أو الشرح اللي أنتم محتاجينه. إذا قلنا الآن أوكي الوايت بورد، الوايت بورد حوريكم اكزامبل. اوكي خلينا نشوف، هذا وايت بورد شيرد باي ايوا ويز اس، فهذا فيه كل معلومات البارتنرشيب بتاعنا، ففيه هذا الدوكيومنت، فيه هاو داز ذا سكيم اوبريت، هاو تو تراك بروجريس، فيه انذر هذا وايت بورد، فيه كل الايميلات اللي ممكن انا لو احتجت اي شخص في مجال معين بخصوص ايوا ممكن يعني اتواصل معاه، القى الانفورميشن يعني كويكلي. هذه طبعا ممكن الاكسس يو ديفايند، يعني الاونر ممكن يعمل الاكسس ريد اونلي، هذا بالنسبه لنا فقط ريد اونلي. انا حوريكم مثلا وايت بورد اللي انا عملتها عشان تشوفوا. اوكي ليتس اوبن ذيس وان، فهذه انا اللي عملتها فيها فقط هذه اوكي فيها فقط بعض المعلومات عن التيم، عن anyway this is all the information I need to update it، فيها الملفات اللي أنا محتاجها في كل فيها كل شيء. فالوايت بورد you can add anything from here، you can add notes، you can add a list، you can add images، text، documents، boards يعني أي بورد. خليني أوريكم مثال، فأنا مثلا the templates هاد التمبليتس that we shared with you أنا كلها حطاها في one board، عشان if I don't I want something I can يعني open it quickly من هنا، فكلها محطوطة يعني all the mind map أو task board أو white board you can add it automatically لهذا ال white board. ممكن تضيف أيضا attachments أو images. أيضا هذه ال flow chart is يعني سوري يا فلو تشارت، هذه يعني اتس فيري نايس فيتشر لو عاوز مور فيجوال، او عاوز تعمل مثلا ان اورجانيجرام، او عاوز ترسم بروسيس وتحطه ويكون از انفورميشن فور يور تيم او ليك انت شخصيا، فهذا بيعطيك ممكن ترسم يعني اي شيء، بيعطيك او يعني lot of icons، بيعطيك أيضا shapes that you can add for a process or organigram or whatever، ففي كتير أشياء اللي ممكن flowchart عندك كتير أشياء اللي ممكن تضيفها وترسمها، وبعدين you can attach it، it will be attached automatically to the whiteboard، أو ممكن حتى you can copy it from here وتحطها في هذا وورد أو باوربوينت أو إكسل. أوكي، فإذا هذه هذا الوايت بورد، فإحنا شفنا إن جنرال الثلاث موديولز. أوكي، حنرجع للبرزنتيشن ونكمل. فوائد استعمال برنامج أيوا، إذا أول شيء هو تسهيل حفظ المعلومات وتطوير الإبداع من خلال الخرائط الذهنية. طبعاً يعني لا ندخل نحتاج ندخل في التفاصيل، فالكل عارف الآن يعني الكل بيتكلم عن إنه العقل
بيحفظ بطريقة أحسن لو كان المعلومات مكتوبة على شكل خرائط ذهنية، مش فقط نوتس أو يعني لينير كتابة. فإذا لما تكتب أي هذه على شكل خريطة ذهنية بتسهل الحفظ. وتطوير الإبداع أيضا، يعني when you start writing بيجي أفكار. إحنا أنا وريتكم قبل هذيك الأيديا بانك، فممكن تخلي الوقت، لأنه الإبداع sometimes، يعني مش sometimes، دائما you need to give it space. فهمتي؟ يعني لو أنت دائما داخل المشكلة ومركز على المشكلة وبتفكر فيها، ف you cannot find solution. يعني طبعا لو كانت an emergency حتحتاج تحلها في ذاك الوقت، ولكن لو كان عندك مشكل اللي مش طارئ، فأنا دائما يعني بقول لازم تخلي ليه space وتروح مثلا تتمشى أو تعمل هذوك الأكشنز اللي ما تحتاج concentration، يعني زي المشي، زي مثلا تغسل الأواني، ترتيب البيت، something that you don't need to think، أو تجلس على البحر. ففي هذه الحالات بتجيك الأفكار الإبداعية، والخرائط الذهنية بتساعدك على أنك يعني you take it as soon as you have it, you write it down. أوكي. النقطة الثانية هي تسهيل التواصل واتشات مع فريق العمل، راح نشوف بالتفصيل كيفية عمل هذا باستعمال البرنامج. تسهيل العمل الجماعي أيضا، حنشوف، أنا حوريكم يعني كيف ممكن أن أي واي يسهل العمل مع الفريق أو مع الأسرة أو مع أي الأصدقاء الشركاء. المساعدة على التركيز وإدارة الأولويات، يعني لأنه هو عندك الخرائط الدينية، عندك المهام، إدارة المهام، المتابعة، فهذا يساعدك على التركيز على المهام المهمة بالنسبة لك. المساعدة في الحصول على نظرة عامة على مشاريعك، فهذه زي ما وريتكم في الوايت بورد، وحتى في الخرائط الذهنية صراحة ممكن تحطوا المعلومات كلها في الخرائط الذهنية. وتسهيل إدارة المهام والمتابعة. آخر تحديثات البرنامج، فقط أنا عاوزة أؤكد على مسألة، هو يعني أيوة هو دايماً في تحديث، يعني كل شهرين 3 شهور هم أيوة بيضيفوا new updates. إحنا بنحاول كل مرة يعني نرسل فيديو لما يكون update كبير، في الأبديتات يعني الصغيرة يعني ما بنقولهاش، ولكن يعني as soon as there is a big update إحنا بنرسل فيديو بيشرح كيف يستعمل. فهنا حطيت لكم the four، يعني آخر 4 تحديثات اللي هم يعني جوني مهمين. فهذه new AI text summary option، هذه أنا for me I think it's great. أنا حوريها لكم بعدين لما ندخل مباشرة، لما ندخل نشوف قوة الـ AI. فهذا الـ new functionality مثلا عندك نص about the subject، وأنت يعني ما عملتش يعني المايند ماب، ممكن تحط النص اوتوماتيكلي، تحط النص هنا when you create mind map، أنا حوريكم بعدين، تحط النص هنا and you click on summarize with AI، وبعدين هو he generates for you the mind map related to this text. Okay، طبعا هو the result is not always perfect، ولكن بيعطيك أهم الأيديا وبعدين أنت you can adapt it. فهذه أنا أظن يعني it's option very interesting، خصوصا بالنسبة مثلا للطلاب في الجامعات، لازم يعني they need to prepare for an exam، أو حتى للناس العاديين لو عاوزين يعني ما يضيعوش وقت انهم هم يعملوا المايند ماب بنفسهم، فيعني اتس جريت ايديا. هذا نيو اوتو فوكس اند اوتو لاي اوت، هذه ايضا شرحناها في فيديو مؤخرا، ممكن احلقوها في القناه. فهذه اوتو فوكس بتخليك انك تظهر لك فقط الفروع الاساسيه، وبعدين تضغط على كل فرع عشان تشوف التفاصيل، فهي بتساعد على التركيز اكثر. اوتو لاي اوت هذه بتساعدك انك يعني لما ترسم انت فرع او اي شيء وتحطه في مكان فوق فرع اخر، فهو اوتوماتيكلي بيقد لك الفيجوال، فيكون اوتوماتيكلي يعني يظهر بطريقه صحيحه. اوكي. نيو برانش تول، نيو برانش تول هذه يعني كتير جميله، فممكن انت تضيف برانش، تختار الطريقه، يا اما برانش نورمال، أنا حوريكم في البرنامج عشان تشوفوها أحسن. هذه أيضا دخلنا لها، موجودة في الفيديو، سوري، فيديو موجود في
فين حطيت ايوه اوكي هادي. هنا برانش تولدرون، فممكن تختارها او بوكس وتختار شكل بتاع البوكس اللي بغيتي، ممكن تحطها اوتوماتيكي في البرانش والتكست يعني ينكتب مباشرة في البرانش. ممكن هذه فري هاند، هذه فري هاند ممكن تاخذها وانت ترسم يعني زي ما انت عاوز. انا بس اوريكم ترسم البرانش زي ما تكون انت بترسمها، طبعا هذا الشكل مش جميل بس انا بوريكم فقط اكزامبل. ممكن ترسمها. فهذه ايضا جديدة لسه ضافوها مؤخرا. ايضا نيو هذا يوزر انترفيس، هذه يعني بعض التحسينات اللي ضافوها، مثلا هذا الهوم بيج، هذا هنا هذا الهوم ماي بلانر، هذا الشيء everything عاد ضافوه. هذيك الكومنتس في المايند ماب ايضا اضافوها جديده، ممكن تدخل اي كاع الناس اللي عندهم اكسس لهذا المايند ماب ممكن يدخلوا كومنتس. ففي كتير اشياء اضافوها مؤخرا في اليوزر انترفيس. اوكي احنا وصلنا لهذه التواصل في برنامج ايوا. هو برنامج ايوا يعني بيمكن لك يعني كتير كتير هذا تولز للتواصل. اوكي فعندك شير اوبشن، هي ممكن تشارك اي خريطة ذهنية او اي هذا لائحة المهام تاسك بورد او اي وايت بورد مع اي شخص طبعا اللي عندهم اشتراك في ايوا، ممكن تعمل لهم شير. اوكي ممكن تعمل بريزنت، انا هاد بريزنت لازم اوريها لكم عشان تشوفوه. فشير هنا شير، فهنا تضغط على شير تختار تحط الايميل وبعدين يشارك وتعطيه الرول اللي بغيتي تعطيه في الاكسس، هل هو ريد اونلي او ادمين او يعني باي ديفولت. اوكي بريزنت هذه خاصيه صراحه فيري فيري انتريستينغ، يا اما انت عاوز تعمل بريزنتيشن ويعني وتوري السكرين بتاعك، او عاوز تعمل بريزنتيشن مثلا انت عم تعمل تسجيل صوتي وعندك كل النقاط اللي عاوز تتكلم عليهم حاطهم في خارطه ذهنيه ولكن عاوز تشوف فقط بنقطه بنقطه، فهذا بريزنت بيساعدك انك تعمل فوكس او يعني تركز على النقطه اللي انت بتتكلم عليها. فممكن انت تختار مثلا in order section by section تحط لهم أربعة، مثلا ايوه هي الاولى انا حطيتها وبعدين يوريني had created، بعدها ممكن اشوف احط كريس جريفيت وبعدين اضيفه، فاحطهم in order اللي عاوزاهم يظهروا لي في البرزنتيشن. اوكي فكاينه هذه طريقه واحده، او ممكن انا اعمل له اوتو كرييت فهو اوتوماتيكلي he will generate an order for me، وممكن انا بعدها اغير الاوردر. اوكي لو عاوز ابين هذه قبل ممكن اغير الاوردر وبعدين اعمل ستارت بريزنت، لما اعمل ستارت بريزنت واعمل فول سكرين فبيظهر لي فقط الايديا الاولى. اوكي فمثلا وممكن انا اتكلم واطور على هذه الايديا اللي كنت عايزه اكلمها في الاول، بعدين بيركز لي على النقطه الثانيه فاكلم عاوتاني على النقطه الثانيه، بعدين It's like you're doing a presentation في PowerPoint، ولكن هو بيركز لك على الأفرع والفروع اللي عندك في الخارطة الذهنية. أوكي yeah. هذه هي الـ present، بعدين ممكن تعمل stop presenting أو delete this. فهذه خاصية صراحة جميلة جدا. قلنا بريزنت، ممكن ايضا ممكن يو كان اساين تاسكس، فانا وريتكم قبل مثلا حروح لائحة المهام هذه. فطبعا قبل ما تعمل اساين تاسك لازم يكون هذا الشخص عنده اكسس، فلازم تعمل له شير اولا، فلازم يكون شخص عنده اكسس للبورد للتاسك بورد، وبعدين عاد ممكن مثلا هذه الاكشن انا ممكن اساين لشخص اخر الان اوتوماتيكلي لانه انا اللي كرييتد بيحط لي صورتي وبيحط لي انا اللي ريسبونسبل اوف اول اوف ذم. فممكن انا اختار من اللائحه الناس اللي عندهم مثلا اكسس عند ثلاثه، اختار
منهم واحد وأحطه مثلا هو responsible بتاع هذا التاسك. فهذه هي هذا assign task. ممكن تعملي فيديو كولز وتشات كومنت سوري أنا كنت أوكي هنا في الشات. هنا ممكن تعمل شات، يعني تبحث عن اسم نيو، تبحث عن الاسم أو تضيف شخص آخر، ممكن تعمل شات. وممكن أيضا أنا حدخل مثل ممكن تعمل فيديو كول، هذه ممكن تعمل فيديو كول مباشرة من أي، ولو عاوزين مثلا بالنسبة لفريق العمل عاوزين تناقشوا موضوع أو شريك في العمل، أو يعني كتير اوبشنز موجودة. كومنتس موجودة في كل مش كومنت، ممكن تضيف كومنت هنا في المهام في تاسك بورد، ممكن تضيف كومنت في الوايت بورد، ممكن تضيف كومنت في المايند مابس. اوكي، فممكن الناس اللي عندهم اكسس يعني كل واحد مثلا يقول هو عمل كده، لا ممكن نعمل كده احسن. فيو كان ديسكاس يعني everything you want to do. اوكي، ممكن تعمل create group. ففي الشات ممكن تعمل group وتعمل يعني group chat. اوكي، و public sharing. public sharing زي ما كان عمل الدكتور قبل زمان، كان عمل خارطة ذهنية، مش فاكرة اي خارطة كان عمل لها شيء، بس هو عملها public share. فممكن اي خارطة لما تعمل على شيء ممكن هنا make it public. لو you make it public يكون عندك رابط ممكن ترسله لأي شخص، أي شخص ممكن يفتح هذاك الرابط. أوكي، فإذا هذه هي أحد وسائل التواصل في أيوة، وهي طبعا كثيرة. أوكي، استعمال قوة الـ AI من خلال برنامج أيوة. طبعا هو الـ AI هذا it's coming، يعني it's already come. وأنا عارفة في بعض الناس عندها تحسس من استعمال الـ AI، بس يعني I think we need to use it لأن it's not going back. أوكي، ولكن طبعا الشخص بيستعمله بحذر، يعني في أشياء حساسة political فمش ممكن تاخذ الـ AI بعين الاعتبار، ولكن في أشياء جنرال فممكن تستفيد من الـ AI. وأنا أظن في برنامج أيوة في كتير أشياء اللي ممكن نستفيد منها من الـ AI. وأيوة كان هما من أول البرامج اللي دخلوا الـ AI. الآن يعني معظم السوفتويرات اللي موجودين في السوق بيستعملوا الـ AI، بس أيوة كان هو أول من ظهرها. فإذا ممكن تستعمل الـ AI لإنشاء خرائط ذهنية. أوكي، أنا هعطيكم example. هدخل البرنامج create new، create new، وهختار مثلا mind map. هنايا عندي two options هادو اللي حستعمل فيهم AI، عندي generate idea. generate idea ممكن أنا تكون عندي فكرة فقط، مثلا سيبوز انا عاوزه اكتب مقال كيف تكون اكثر تركيزا، مثلا انا مثلا حكتب ليه بالعربي كيف. فالعربي بيشتغل، هو فقط بعض المرات بيكون يعني مش 100% صح، ولكن ممكن تعدل عليه. كيف تكون مثلا اكثر تركيزا. اوكي، اند بعمل كرييت. وبياخد شوية وقت. اوكي، هو جنريت فور مي خارطة ذهنية كيف تكون، من تحديد الأهداف، التخطيط والتنظيم، إزالة المشتتات، العناية بالصحة العقلية والجسدية، تجنب التشتت الداخلي. يعني كلهم نقاط اللي صراحة يعني منطقية صح. ممكن هذا التفصيل ما ناخذوش في الاعتبار وممكن نغير عليه. فهذه المسألة يعني
مهمة حاليا. أنت لما تروح لأي يعني أي تشات جي بي تي أو أي يعني ويب سايت اللي بيستعمل أي آي ودخل لي كيف تكون أكثر تركيزا، حيعطيك نص اللي ممكن تكتبه، لكن هنا مش حتقدر هذا تتأكد لو أن حقوق الكتاب محفوظة. ممكن تاخذ نص يعني بتاع شخص آخر exactly يعني زي ما هو كتبه قبل وتعمل كوبي بيست، لكن هنا لما تستعمل أنت خارطة ذهنية فأنت حتكتب بأسلوبك. ممكن تكون عندك الأفكار، يعطيك الأفكار وبعدين أنت تطور على الأشياء بنفسك. فلهذا أنا أظن أن استعمال يعني generating idea through AI بالمايند ماب is يعني more interesting than أنك يعني يجنريت نص دايركتلي من هذيك المواقع الأخرى اللي بتستعمل الاي اي. اوكي هذا اكزامبل. المثال الآخر لإنشاء خريطة ذهنية، اعمل ديليت لهذا، اضغط على كرييت نيو مايند ماب. عندي هنا تكست سامري، تكست سامري هذه اللي قلت لكم اضافوها قبل. فأنا خليني أنا جهزت نص على مايكرو إيكونومكس. أنا أكتب، سوري كنت عاوز أكتب فيه. أنا عندي نص هنا حنقله. and summarize. فهنا هو حط لي النقاط، هي مايكرو ايكونومكس برينسيبل اوف مايكرو سبلاي اند ديماند ريشنال ديسيجن ميكينج. هو كان النص طويل ولكن هو اعطاني ذا سامري. ف هو زي ما قلت اتس نوت يعني اولويز بيرفكت يعني ذا سامري، ولكن بيسهل عليك العمل. يعني انا هذه المساله جاتني كثير انترستين. لو عندك مثلا انت نص يعني مش مهم كتير بس عاوز تاخذ اهم المعلومات اللي فيه، ممكن تعملها عن طريق هذا المايند ماب، او حتى قلت في الحفظ بالنسبه للطلبه بيراجعوا موضوع. فانا كتير في كتير ناس اللي هم هذا بيقول لك لا طلبه مش لازم يستعملوا الاي اي، ولكن الان هم بيقولوا انه الاي اي حياخذ يعني most of the job، ولكن it's not the AI who's taking most of the job. It's the person using the AI. فلازم يتعلموا يعني this is the future. فلازم الطلبة يتعلموا يعني to use it in the correct way. anyway هذا موضوع اخر سوري. فاذا هذه هي طريقة انشاء الخرائط الذهنية باستعمال الـ AI. نرجع للبرزنتيشن. أيضا داخل الخرائط الذهنية يعني when you create a new one ممكن أيضا تستعمل الـ AI. فمثلا عندك فرع وعاوز to develop ideas أو questions أو explanation لهذا الفرع، فممكن هو he can generate for you يعني فروع أخرى لهذا الفرع. أوكي. ممكن أيضا تعمل generate image، هذه أيضا كنا عملنا عليها فيديو أظن من زمان لأن هذه الفانكشناليتي قديمة، ولكن هم الفيديوهات في الـ AI مش متطورة كتير صراحة. مش الفيديوهات سوري، الصور. راح أجرب مثلا أضيف صورة بالـ AI. أعطاني أوتوماتيك سوري. اللي هو بيعطيني فقط اوكي اي اي. فاذا اختار ايمج فروم اي اي. هنا لما هنا بالعربي ما بتشتغلش كتير، فلازم تكتب الاسم بالانجليزي احسن، ولكن هذاك السامرايز والاشياء الاخرى ممكن تكتب حتى بالعربي. مثلا اعطيه فورست واختار التايب بتاع الصوره اللي عاوزه. هو هي كان كرييت فور مي ان ايمج بتاع الفورست، ولكن زي ما قلت هما ده كواليتي مش جيدة، ولكن ممكن تكون يعني أي حيكون تطور في المستقبل على هذه المسألة.
هو عطاني يعني هذه هي ذا فورست بالنسبة له. anyway المهم هادو هما هذا كيفية استعمال، يعني كيفاش نستعملوا الاي اي في الخرائط الذهنية. ممكن نعمل من الأول خريطة ذهنية باستعمال الاي اي أو في داخلها. في اللوحات البيضاء أيضا ممكن تستعمل الاي اي. ممكن ما تكونش عندك مثلا فكرة، تعمل you create a new whiteboard وبعدين you can brainstorm. أنا هوريكم مباشرة في البرنامج عشان تشوفوها. whiteboard اوكي، حط نيم مثلا تست. مثلا هنا حدخل على الاي اي وحختار مثلا هل عاوزه يعمل لي برين ستورمينج او يعطيني راندوم ايدياز، يعطيني بلوج ايدياز، سوت. سوت يعني هو يعمل لي انا سوت اناليزيس لموضوع، يعطيني سامري او يعطيني بروز اند كونز. اوكي مثلا بروز اند كونز، خلي بروز اند كونز مثلا يوزين انا بجرب معكم اول مره هذه. مش عارفه شنو هو يكون الريزولت. يوزين اي اي فور ستودنتس نشوف. فهو هي جنريتس فور مي اوتوماتيكلي هذه ال سوري هذه ال الوايت بورد، وحط لي بروز هنايا وكونز هنايا. اوكي ف اتس انترستين صراحه. يو كان يوز ات فور ديفرنت هذا سبجكتس. اوكي شيء آخر كنت عاوزة يعني أكلمكم عليه هو بالنسبة للشير. فمثلا حتى في الأسرة، مثلا أنا ابني، لأنه إحنا وير هوم سكولين، أنا ابني الكبير يعني عمره 15 سنة، فأنا عنده حساب في أيوا وهو بيعمل هيز بلان، يعني كل يوم شنو حيعمل في أيوا هو مشاركه معايا، فأنا أقدر أشوف يعني هو شنو عنده كل يوم، ممكن أتابع معاه هل عملت كده. فبتسهل حتى مع الأسرة مع الأولاد، بتسهل المتابعة. نرجع البرزنتيشن. فإذا هذه هي يعني كيف ممكن تستعمل الـ AI في اللوحات البيضاء. أوكي، إدارة الأعمال اليومية من خلال ماي بلان. فهذه أنا بالنسبة لي هو أهم موديول أنا بستعمله، مش أهم موديول طبعا، الخرائط الذهنية بستعملها كثير أيضا، ولكن هذا اللي بستعمله دايما ماي بلانر. هذا ماي بلانر عندك هنا الأكسس من هنا، وعندك أيضا في المين منيو ماي بلانر. فهذا ماي بلانر بيعطيك تاسكس اللي بيكونوا ناو نيكست اند سون. فأنا عندي دائما دائما في اللابتوب بتاعي عندي الإيميل ديالي مفتوح، سال مفتوح، وأي مفتوح. أي أول شيء بشوفه في اليوم هو my planner، what I have to do now، شنو الأكشنز، كل الأكشنز اللي عندي now، وأشوف فين وصلت فيها، شنو يمكن نضيف، واش عندي شي حاجة أعملها اليوم. فهذا يعني it helps you يعني تعرف شنو هما الأهم، لأنه مثلا لو عندك أنت أكثر من مشروع وكل مشروع عنده البلان بتاعه، ف instead of every day كل يوم تشيك على البلان تاع المشروع، فبيكون عندك كل شيء في one view ممكن تتابعها وتشوفها at the same time. بعض المرات يعني أي شيء، مثلا أنا مثلا عندي شخص تواصل معايا وقال لي مثلا لازم نعمل كده ولازم نكمل، او شيء بالنسبه لاولادي قالوا لي لازم خصنا نعمله، بس انا ما عنديش وقت اعمله. فيعني the first thing اللي انا يعني يا اما اعمله في now او next او soon، يعني على حسب the urgency I write a task. okay doing مثلا this and this okay whatever، وبعدين اخليها هنا حتى لليوم التالي لما يكون عندي وقت وادخل واشوف في اللابتوب، فاتذكر okay I need to check this I need to plan this. فهذا المسألة بتاع البلانر أنا بتجيني مهمة. أيضا عندك
ان بلان تاسك ممكن تدخلها اوتوماتيكلي. ان بلان تاسك بيعطيك كل التاسك اللي موجودة عندك في all your task boards. انت عندك مثلا على حسب التاسك بورد بتاعك اللي عندك في ايوه كلها التاسك المهم بيحطها لك هنا. وممكن تختار اوكي مثلا انا هختار anything task مثلا او حطها هنا now او حطها مثلا هنا next. اوكي لما انتهي منها اعمل لها مثلا هذه مثلا completed automatically you can archive task وخلاص مش حتظهر لك بعدين. فهذه بتساعدك كثير في متابعة المهام يوميا. طبعا هو الخطة بتاع المشروع ضروري لازم تطلع عليها، مثلا ممكن تطلع عليها أسبوعيا أو يعني كل أسبوعي، ولكن هذا ماي بلانر بيساعدك. أنا شخصيا بيساعدني إنه يعني أتابع المهام اليومية اللي عندي. وطبعا هنا النوتيفيكيشن زي ما قلنا هو it notifies you لما حط له ديدلاين، أو لو someone يعني أرسل لك مثلا هنا ابني أرسل لي هذا الشكل فممكن بيعطيني نوتيفيكيشن إنه أرسلها لي. أوكي فإذا هذه هي خاصية ماي بلانر. أنا صراحة بستعمله يوميا وأنا أظن إنه يعني مهم جدا للمتابعة والتركيز. خلاص الأهم أنا أظن قلت لكم، وأتمنى يكون النقاط اللي تكلمت عليها مفيدة. قلت لكم أهم المميزات، طبعا ما دخلتش في تفاصيل الاستعمال كيف تبدأ وتكتب خطة، هذه موجود في فيديوهات أخرى، ولكن لو عندكم أي أسئلة الآن ممكن تكتبوها لي في الشات أو نشوف تكتبوها لي في الشات أو ممكن أعطيكم المايك لو عاوزين أي شخص عاوز يتكلم. شكرا مروة. شكرا لكم، أتمنى تكونوا استفدتم. كيفية الاشتراك أوكي. كيفية الاشتراك هي من iowa.smartway.com. خليني أوريك iowa.smart. عشان تدخل على اشتراك من عندنا لازم تدخل عن طريق الرابط بتاعنا. الرابط بتاعنا هو iowa.smartway.com. لو دخلت مباشرة عن طريق iowa.com فمش هتدخل في عملاء سمارتوي. فهنا iowa.smartway.com بيدخلك على هذه الصفحة، تضغط على هذه الصورة مباشرة هو حينقلك لصفحة الاشتراك. ممكن تعمل get started أو ممكن تعمل هنا login لو عندك already login أو sign up. اوكي لما تعمل ساين اب حيعطيك تدخل انت المعلومات. الان انا حيدخلني مباشره للابلكيشن لان انا اوريدي عندي الاشتراك. اوكي لو محتاج اي تفاصيل بخصوص يعني كيفيه الاشتراك، لو عندك مشكل ممكن تتواصل مع الدعم ات سمارت واي 30، هم 30 حتساعدك في هذا كيفيه الاشتراك، لكن لازم تأكد على أنه تدخلوا من iowa.smartway.com. أوكي أظن خلاص. شكرا جميعا للحضور. أنا will stop recording first. Stop recording.